مشاهدينا ومتابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد من داخل سوق الحمام الموجود داخل سوق الجمعه بمدينه المحله الكبرى بمحافظه الغربيه، والذي يتوافد عليه العشرات من التجار واصحاب غيه الحمام لشراء انواع الحمام المختلفه باسعاره المعروفه. حاج طارق اهلا بك على اليوم السابع. الله يخليك. بس على لستك شويه وعرفنا بنفسك وقول لنا ايه احنا فين دلوقتي وبنعمل ايه هنا. احنا دلوقتي في سوق في محله البول. تمام. سوق الجمعه. يعني في كل حاجه، في حمام وفي عجل وفي كل حاجه. من الحمام زي ما انت شايف كده مرمي، ما فيش حد بيشتري حاجه. احنا حاليا دلوقتي في سوق الحمام. ايوه دلوقتي في سوق الحمام. ده يعني قول لنا بقى انواع الحمام ايه والسوق بالظبط. بس تعرفنا بس كده بعد اذنك. هنا دلوقتي الحمام فاهمني في شلبازات حمر. في؟ شلبازات حمر. وفي حلبات حمر وفي حلبات صفر. فاهمني؟ وحلبات صفر. وهنا بقى جمعيات والكلام ده. طب افضل بقى انواع يا عم طارق ايه في السوق او اللي بيجي لها الزباين والتجار؟ في هنا بولو وفي ديفرنديات وفي رواق وفي بوفو. في حمام نضيف يعني. تمام. افضل انواع بقى يا عم طارق؟ هنا دلوقتي اللي ماشي كله اختبار الجمعيات. ده الجمعيات ده يعني ده الجمعيات اللي هي في الصيف والكلام ده. لكن الحمام الوزاري والكلام ده كله ما عادش حد بيشتريه. حمام ايه؟ يعني الحمام الوزاري الحمام الطويل ما عادش حد بيشغل دماغه بيه. ايه الفرق بين ده وبين يعني انواع الحمام؟ يعني مثلا حمام الجمعيات وحمام الوزاره بقى. دي باب وده باب. يعني ده غير ده خالص. كان الاول بقى هم بيحبوا الحمام الطويل اللي هو المصريات والبلق والكتفانجات والاحلام والمساويد والحاجات دي. دلوقتي كل دوت قلب بقى الجمعيات. عشان ده يعني خش بيس بقى يعني ولا خش بيس بالظبط؟ ايوه الجامعات دي خش بيس بقى. طب قول لنا بقى يا عم طارق، اتكلمنا عن الانواع الثانيه اللي هي الغاليه واللي يعني اللي لها تجار معينين في السوق واللي بيجي لها ناس من بره السوق. يعني هو حسب ما اللي بيجي مثلا بيشتري. انت مثلا بتيجي بتبقى عايز حاجه معينه ليك، فاهمني؟ حاجه اللي يعني ليا في البيت اربيها ليا. فاهمني؟ فبتيجي تاخدها بتلاقيها هنا، لان هو السوق ده شامل كل حاجه. بس تمام. انت بقالك قد ايه في المجال ده يا حاج طارق؟ لا ده انا بقالي يعني لو قلت لك انا عندي مثلا 46 يبقى عندي 44 سنه غاوي حمام. لان انا غواه على غيه ابويا. تمام. يوم ما اتولدنا كده والحمام عندنا بس. السوبة بتعمل يوم الجمعه بس؟ يوم الجمعه هنا بس. تمام. بتخلصوا بتبداوا امتى وتخلصوا امتى بقى؟ نعم. بتبداوا امتى وتخلصوا امتى؟ مالوش ميعاد، ممكن العصر بيكون ماشيين. وبيجوا مثلا من الساعه 6 الصبح. بيجي لكم بقى تجار منين بقى؟ في بيجوا من المنصوره، في بيجوا من مصر، في بيجوا من كل حته. تمام. لكن السوق له زباينه وبيجي له معينين يعني. في ناس بتيجي من بره كتير. زي ما بيتباع هنا الغالي والرخيص. في وفي. طب ممكن تقول لنا يعني الاسعار تقريبا تعتبر كام مثلا تقريبيا كام؟ بالنسبه لبقى يعني مثلا حمام الجمعيات كام؟ حمام المراسله كام؟ اللي هو حمام الجمعيات فاهمني في من 200 وانت طالع. الجوز ولا الفرد؟ لا الفرد. تمام. من 200 وانت طالع. تمام. فاهمني؟ وفي حمام بلدي الفرد ب 20 جنيه. وبالنسبه بقى حمام المراسلات، حمام اللي هو اللي هو ايه تاني كده؟ عندك انواع تاني؟ هو المراسلات والحاجات الصغيرة الحاجات دي مثلا تعملها تقريبا كام مثلا يعني؟ يعني مثلا 50 60 بالنسبه للمراسلات. يعني مش كله برضه، في ب 30. طب اغلى فرد حمام يعمل له كام؟ تقريبا كام يعني؟ الافات. تمام. شكرا لك يا عم طارق. يلا علي معانا برضه يعني يعني واحد برضه من اصحاب الحمام هنا واصحاب التجار هنا هيعرفنا برضه بنفسه ويقول لنا ان بيجي هنا السوق بالك قد ايه وكلمنا عن انواع الحمام اللي هنا. نشوف برضه يعني في جميع الانواع هنا. طب ممكن تورينا الانواع دي بعد اذنك؟ تورينا انواع من ديت. في هنا بص على السلاحه من فوق ده. دي انواع ايه بقى؟ دي جزرات اهي. في مراسلات. مش عارف. تمام. في شلبازات. في مراسلات، في جميع الانواع هنا، في هنا برضه كل حاجه هنا. اللي هو الفرد الحامل اللي هو له بفه ده ايه بقى؟ ده نوع ايه؟ ده شقلباز. ده شقلباز. سعره كام؟ سعره يبقى كام بقى؟ سعره كام يا حاج؟ سعره كام يا حاج رضا؟ مثلا ده اسعار تبقى اسعار الحامل دي بتبقى كام؟ يعني بتبدا مثلا من 40 وانت طالع، مش كله برضه يعني. تمام. انت بالك قد ايه بالك زمان هنا في السوق هنا؟ زمان هنا.
بيننا زمان. طب مثلا واحد جاب لك فرد حمام بتعرف تفرقه يكون كويس ولا بتفرقه ازاي؟ ازاي اعرف الحمام كويس من الحمام الوحش؟ ايه بتعرف نوعه؟ يعني مثلا انا جالي فرد حمام افرق بينه ازاي او اعرف ازاي كان حمام فرد كويس ولا لا؟ الفرد ده بليزر ده شقلباز ده مرسل كده يعني. بس انت مثلا كتاجر لما يجيلك فرد حمام عاوز اعرف كان كويس ولا وحش اعرفه ازاي؟ من تقليبه انت تمسك الفرد بتقلبه تمسك الفرد بتشوفه تعبان بتاع كده كده. الاسعار بقى هنا متفاوته مش كله برده في حاجات برده في يعني في حاجات مرتاحه برده في يعني كله تمام. الراجل ده برده يعني ايه يقول لك برده على كل حاجه برضو. صباح الفل. اسم حضرتك ايه بقى؟ ابو عادل. قال لي بس انت شويه قول لي بقى الاسعار هنا حكوايه عامله ازاي؟ اسعار حمام كل فرد كل نوع له ثمن يعني. الانواع الاكثر نوع ماشي في السوق ايه بقى؟ هي الجمعيات. ده بيتعامل بيه الجمعيات ده؟ جمعيات بالسباق مش بالسباق. السباق قول لي بقى الحمام بقى لو مثلا لو سافر حته بعيده بيرجع تاني لوحده مكانه؟ على حسب ما بتدربه بقى. في حمام بالسب السلوم من مصر حسب نوعيه الفرد. اغلى فرد هنا بقى عامل كام؟ ممكن بس تطلع بس فرد وتورينا بعد اذنك. نشرت حرام الاثار بتعمل هو حرام ايه؟ طب يا عم انا حاجه زي دي مثلا جمعيات ده نوع ايه بقى؟ ده كتاب جمعية. ده جمعية؟ بس مش من النوع اللي هو يعني في انواع احلى من كده يعني. ده نوع ايه بقى؟ ده كتاب جمعية برضه في الشركة. لا لا لا. قال لي بس قال لي بس كده وانت بتتكلم وتقول لنا ده نوع ايه بقى؟ بتفرق الفرد الفرد كويس ازاي من الفرد اللي هو التعبان؟ تقليبه صحة الفرد. صحة الفرد. تمام. التجار بقى بيجي لكم من محله بس ولا من لا من جميع انحاء الدنيا مصر. ايه بقى سبب حبك في الحمام بقى؟ ها؟ ايه سبب حبك في الحمام؟ هوايه. تمام. زي اي واحد عنده هوايه رسم كده. تمام يا عمور. شكرا لك يا عمور. علي بقى علي مين يا بابا؟ ماشي بقى الراجل بقى.